أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في كل مكان في برنامج فكرة لبكرة. في الحقيقة برنامج فكرة لبكرة بيخص بيهم كل المواطنين سواء على المستوى المحلي أو العالمي، بيستمع لأفكار شبابنا لطموحاتهم، وإحنا بصفتنا المنصة الإعلامية لهم بنتواصل مع المسؤولين ونعمل على القيام للمساهمة في تنفيذ تلك الموهبة أو تلك الفكرة التي يطمح أن ينفذ فيها شاب مصر. وما زالت مصر أم الدنيا ولادة، فلذلك هناك مواهب جل عليها الطريق لأن تنفذ طموحاتها. معايا ومعاكم النهاردة موهبتين حبوا يمتلكوا موهبة التمثيل والعزم على تنفيذها، الأستاذ محمد عيد والأستاذة مايا وليد. أهلا بحضرتكم جميعا في برنامج فكرة لبكرة. في البداية أنا اتشرفت بحضرتكم طبعا، بس أحب أتعرف على حضرتك أكتر من خلال الموهبة اللي امتلكتها وإزاي وصلت ليها. اتفضل. أنا مبدئيا أنا ممثل، يعني طلعت في أدوار، طلعت في حاجات، مسلسل الأب الروحي وكذا مسلسل تاني وحاجات تانية. مبدئيا أنا خدت ورشة مع الأستاذ خالد أبو بكر، تمام؟ ده يعني يعتبر مثل أعلى، أو بيدينا نصايح مفيدة جدا، بيفهمنا النظام ماشي إزاي من الأول، يعني من بداية ما تدخل المجال من أصل. انت ممثل بس ولا في موهبه تانية؟ لا، ممثل وريجيسير كمان. ريجيسير، تمام. بنزل كومبارسات واوديشن شركه انتاج عاملاه، فببعت للناس بتروح الاوديشن، حد يتقبل بينزلوا ادوار متكلمه وكده. امتى بدات في الموهبه او مين اللي دلك على الطريق بتاعها؟ والله انا كنت عاشق اصلا التمثيل من وانا صغير، يعني كنت طفل فكنت بحب التمثيل جدا. فاول حاجه ظهرت لي ان انا اشتغلت مسرح، تمام، عملت عرض مسرح وبعديها في عرض تاني، بعد كده خدت دور بطوله في عرضين مسرح. فكذا حد بيقول لي ان انت بتتقمص شخصيه استاذ محمد رمضان كتير، يعني والله. تمام، لما تورينا مشهد كده او حاجه ليك. مفيش مشكله، ممكن اعمل مشهد كده صغير. مفيش مشكله. سيد المعلم ام مطوه، ست الكل الماظه، بنيابه عن نفسي وجميع زملائي في المحكمة واللومين، شارع الصحافة والإعلام، عن كل النشرين والحرامية، رجالة بلدنا. بس المعلم أبو مطوة كان دايما بيفكرنا بحاجة صغيرة، إن مفيش ست تعلم على الراجل، دلوقتي تعلم علينا كلنا. يا معلم تعلم علينا كلنا. البت الصحفية اللي اسمها إلهام دي مدوخانة ومجننانة، مش ماسكة بس غير النصب والاحتيال والسرقة والإجرام، وإحنا غلابة يا معلم وبنسعى في رزقنا، وزي ما ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ادينا بنقلب لقمتنا في الحلال عشان ربنا يرزقنا. بس اللي مجنن يا معلم هو مجنن حاره النشرين كلها، ان البت دي مش ماسكه غير سيرتنا وسايبه على قاعدين على المكاتب وبيشفطوا في عرق الناس. عارف ليه يا معلم؟ انا اقول لك ليه، ان البت دي اسمنا ساوى لا مؤاخذه. انا جات لي فكره جهنميه يا معلم، احنا نخلص منها وزي اللي قبلها واللي قبلها، ساعتها بقى محدش هيقدر يقف قصادنا في السوق، واللي هيفكر او دماغه توزه انه يقف قصادنا في السوق هيعرف انه هيحصل له زي اللي حصل لها كده. ودي مش اول عمليه نعملها يا معلم، احنا عملنا عمليات كتير قوي قبل كده، وبنقتل القتيل وبنمشي في جنازته. ممتاز، الله ينور عليك. ربنا يخليك. الاستاذه مايا برضك معاك في نفس الموهبه. مايا انا نزلتها برضو كام مسلسل معايا، مسلسل حوادث الشام زي دي، نزلتها مسلسل بلا دليل برضو معايا، طلعت حاجات متكلمه. ممكن اتعرف على حضرتك اكتر من خلال موهبه التمثيل؟ بص، هو في الاول انا كنت بحب امثل قدام مرايه كده، في الاول خالص يعني كنت عايزه اصلا ادخل مجال التمثيل، قعدت امثل قدام مرايه وكده، ماما جت شافتني ان انا عايزه التمثيل، المدرسه طلبتني بقى في حاجات كتير، فدخلت عملتها ونجحت فيها وخدت شهادات تقدير عليها. بعد كده اتطورت، ماما قالت لي هوديك يعني القاهره تمثلي. تمام. جيت بقى ومثلت. بس عندي كام سنة يا أستاذ مايا؟ 14. وبدأت في التمثيل من سنة كام؟ لا، من فترة صغيرة. صغيرة جدا. من خلال مامتك برضك وأهلك اللي هم وقفوا معاك لحد لما وصلوك. شاركت في أعمال قبل كده ولا؟ شاركت. زي إيه مثلا؟ عملت إعلان صابون مع أوتو زد. أستاذ هاني شربيني. تمام. عملت إعلانين، واحد بسكوت والتاني غسالات مع أستاذ أحمد حسين. تمام. شاركت مع حاجة مع محمد ولا؟ لا لسه. لسه، طيب تمام. انتوا في سنة كام او في الدراسة حاليا ولا لسه ما؟ طب في
فين؟ طب علم. حضرتك اسمك محمد؟ انا في ثانوي عام. ثانوي عام. تمام. طب انا احب اسمع مشهد من حضرتك صغير. تمام. وقاعد عادي؟ تمام مفيش مشكلة. على فكرة انا ما كنتش نازل اتفسح في الحر ولا عملت شوبينج، سندس كان نفسها في حاجة ونزلت اجيبها لها. عشان مين؟ سندس؟ وانتي مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا، لا يخصك ولا ليكي فيه. وخدت انا كمان قدام الناس، وبعدين انا مش هستأذنك في كل حاجة اعملها، انا حرة. او لا، حرة دي هناك عندكم في الكامباون، انما عندنا حرة يعني انا لا مؤاخذة. شفت نفسك وانت ماشي في الشارع لميت علينا الليسة ولا الشاسة ازاي؟ بص لنفسك يا اختي، ضربة الاستريش في بلوزة بامبا، يقولوا مسكنة عند مين في البيت؟ اولا انا كنت لابسة عباية فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تتكلمي عليا بالطريقة دي، بعدين انت تقولي ان واحدة زيي تتنازل وتقعد معاكي في العفانة اللي انت عايشة فيها دي؟ لا استني انت بس كده والنبي يا خالتي، لا يا نخرة هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتك ده اهو موس، لا حد قال عليا ولا حد عاد عليا، واللي يفتح بق عليا احشهوله بشبشبي. مستحيل السقيه والقرف اللي بينقطوا منك دول، ايه احشله؟ بصي يا كريم، انا مستحيل اتعامل مع واحده بلجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي ومش عايزه احور معاكي تاني. لا خدي كده فلوس. ايه يا ام فلوس؟ زهقتني بفلوسك يا اختي اللي كل شويه فلوسي فلوسي فلوسي، مش شاكريني يا بنت الامن المركزي، مش عايزين منك حاجه. لا انشروا وين حط عليك، انا كنت ناقصه هم فوق هم يا رب، ده انا عندي هم وناقصه وزعل على الخلي كمان، ده ايه الافتراء ده يا رب؟ تمام. من وجهه يعني ممارستك للتمثيل وكده، يعني ممكن تحدد لنا المشاكل اللي بتواجه الممثل في البدايه ايه؟ هو مشاكل كتيره بتواجه الممثل بدايه عن الممثل، يعني اي حد كوجه عام بيبص للتمثيل كانه حاجه سهله، يعني اي حد بيطلع ويقول جملتين، لكن ده طبعا غلط. التمثيل يعني اصعب حاجه في الوسط الفني. تمام. يعني في حاجات اسمها ادوات الممثل، ازاي تتقمص الشخصيه، ازاي تعيش انت الدور نفسه عشان تحسس اللي بيتفرج عليك المستمع ليك يحسس ان انت فعلا الشخصيه دي، فدي بتبقى صعبه، مش اي حد يقف قدام كاميرا ويبقى ممثل، لا في حاجات كتيره في التمثيل ده بحور يعني ملوش اخر اصلا. يعني بتدرس فيه، يعني بتدرس حاجات كتيره جدا عشان توصل تبقى نجم حاجه كويسه، يعني نجم زي محمد رمضان، زي استاذ امير كراره، زي الاستاذ عادل امام، فدول تعبوا جدا في حياتهم عشان يوصلوا للمرحله دي. استاذه مايا، في عقبات يعني قابلتك في الموهبه؟ لا مفيش حاجه قابلتك. لا خدت ورش او حاجه في التمثيل؟ لا لسه برضه. طب انت ممكن تحدد يعني تعطي نصيحه للشباب في ايه؟ نصيحه للشباب، كل اللي عنده حلم لازم يتعب عشان يوصل لحلمه، لازم تطلع وتجتهد وتروح اماكن اللي فيها الاساس الحلم بتاعك، مثلا مش تقعد لي في البيت وتقول انا كده عايز اوصل للمبدا ده، عايز اوصل لابقى ظابط، عايز اوصل لابقى امين شرطه، لا عايز توصل تبقى حاجه، عايز تحقق حلمك لازم تتعب وتشقى وتلف على اماكن انت بجد تعرف توصل ليها، يعني انت بتعرف توصل موهبتك للناس، عندك موهبه سواء تمثيل او غنى او مسرح او اي حاجه، لازم تعرف توصل الموهبه دي، ما تقعدش وتقول ده انا كده، لا لازم تسعى ولازم تروح في اماكن كتير جدا عشان تعرض عليهم موهبتك، وربنا بيكرم الجميع، ربنا ما بيضيعش تعب حد يعني. تمام. استاذه مايا، شاركتي في فرقه مسرحيه قبل كده ولا لسه برضه؟ مدرسه بس، انا مش بمثل مسرح. انت لسه في البدايه يعني؟ لا انا بمثل سينما او قنوات، وعملت فيلم برضه قنوات، لكن مسرح لا لسه ما دخلتش المسرح ولا تبع فرقه ولا انا مجالي سينما وقنوات بس، انا عايزه كده. ما شاركتيش فيه برضه السينما او كده؟ لا شاركت في الاثنين. فين؟ واحد هربات من النار لسه بيتعمل سينما، وطارق بعيد نزل قنوات. تمام. زمايلك يعني اكيد معاكي يعني، فهم شايفه اهدافهم ايه او هم عاوزين يقولوا لك ايه بالظبط في المجال بتاعهم؟ لا دي تسالهم وانا مش عارف. استاذ محمد، احنا عاوزين نصيحه للي بيمثلوا عامه، يعني ممكن يبعدوا عن ايه وممكن يجربوا ايه، فاعطينا نصيحه بشكل عام عن التمثيل. هو التمثيل عامه في حاجات كويسه وحاجات وحشه، زي ان انت ممكن تتصادف يعني في نصب كتير بيحصل في المجال،
في نقط معينة يعني أي حد مثلا ممكن يقولك أنا مخرج أنا شركة إنتاج؟ يعني في الأستاذ أشرف زكي بسم الله ما شاء الله منزل بوست حلو كده في النقابة يعني كل الناس اللي هي بتنصب أو بتاخد باسم الشركات وشركة العدل جروب وشركة مثلا إنتاج الفني بتاخد أساميهم وتعمل نفسها مخرجة وإنتاج ومش عارف إيه عشان ياخد من الناس فلوس يضحك عليها نصب. فمبدئيا أنا اتنصب عليا مثلا في 2000 جنيه 3000 جنيه فبالتالي أنا كده هتحبط يعني مش هيبقى عندي طموح إن أنا أحقق حلمي فهيأس. فأنا مش عايز أيأس لا أنا ممكن أكمل في بالظبط فإزاي أنا أكمل وفي مشاكل كتير بتواجهني فأنا ممكن أروح عندي مكتب كاستنج شركات إنتاج أو لما يكون ولا المكتب خاص بيك أنت ولا أنا عندي مكتب كاست في ميدان لبنان تمام في مكاتب كاست برضو أنا شغال مع مكاتب كاست اللي هي ماسكة نفسها زي الأستاذ حازم الأسواني والأستاذ أحمد حسن والأستاذ خالد نجم والأستاذ إبراهيم عبد الله والأستاذ أباظة دول كلها مكاتب كاست معروفه جدا من اساس المجال انت بتروح تعمل كاست جنرال في المكتب قدام الكاميرا فبيسالك عن اسمك وعملت ايه قبل كده وسنك وياخد اكشنات وشك تمام حتى لو جه مخرج بيشوف يعني بيشوف الاكشن بتاعك مناسب لحاجه معاه ولا لا يعني انت بتروح تجدد الكاست اول باول بتشوف في المخرج بيجي في ده مناسب معايا تمام مش مناسب لا خليه معايا في حاجه تانية كل الناس اللي بتيجي تعمل كاست عامه بتنزل شغل طبعا. يعني بتنزل سواء مش هتنزل متكلم او مش هتنزل لقرات بس بتنزل معانا مجاميع اللي هي الكومبارس بس كومبارس صامت بس بيظهروا جدا في الكاميرا فمن الناحيه دي انا بواجه رساله للشباب ان هي تنزل الحاجات دي في التمثيل لو عايز يحقق حلمه بجد يعني بينزل يشوف اللوكيشن يشوف الكاميرات ممكن يتعلم من الممثلين حاجات تفيده احسن من اللي اتعلمها في الورش واحسن من اللي اتعلمها في المسرح تمام استاذه مايا ايه مثلك الاعلى في التمثيل مايا عز الدين ليه انا بحب تصرفاتها وبحس ان انا يعني شبهها في بعض الحاجات استفدت منها حاجه اللي كده وطبقتيها ولا انت تسمعي لها بس لا استفدت لها حاجات كتير بس مش هذكرها بقى تمام طب انا يعني انا كواحد بدائي في مجال التمثيل او اي حد ممكن يبدا طريقه من اين ياخد ايه الاول او تنصحه بايه هو ياخد ورش الاول ورش في مجال التمثيل هي عباره عن ايه يعني بيعملوا فيها ايه انت بتدخل كده يقعد بقى يعلموك بقى التمثيل يعني انت تطلع تبقى زيهم مش لسه تتعلم بقى تكون خلاص اتعلمتها تمام بيعلموكهم يعني التدريب على التمثيل باستمرار و اكيد بمقابل يعني اكيد بيدفعوا مقابل له بيدخلوك دور بقى حلو لما تخلص الورش بياخدوا المميزين يدخلوهم ادوار زي كومبارس والحاجات ديت يعني لا مش بيدخلكم باكسات هي وزعها على ورشتين هما اللي بيدخلوا ادوار متكلمه ورشه الاستاذ خالد جلال وورشه النقابه دول بتطلع منهم الاستاذ خالد جلال بيرشحك في حاجه ورشه النقابه بتبقى معاك تصريح النقابه بتاعك اول ما بيجي لك اي دور او اي عمل فبتروح النقابه بتجيب التصريح لكن ورشه زي خالد ابو بكر زي الورش العاديه الثانيه دي ما بتديش حاجه انت بتدخل بتتعلم يعني ايه تمثيل اصلا تمام طب ممكن تدينا مشهد ثاني في مجال التمثيل برضه مش فاكره دلوقتي ولا لا انا فاكره استعراض تمام الاستعراض ده هقوم اعمله وبيع على اغاني انا مش محضره حاجه تانية كده في مشهد خاص بيك استاذ محمد ممكن اعمل مشهد من مسلسل الاب الروحي تمام ده كان عاجبني جدا شخصيه الاستاذ المحترم حجازي عاجبني جدا يعني هش هو كل ده بتاعنا لا يا شيخ هو كل ده لاخواتي امال ماني مش زيهم ليه ولا انا مش زيهم؟ مش احنا اخوات برضو؟ ادهم انا طلعت ادهم زين العطار منور حاجزين انا بس عايز اسالك سؤال هو انت السبب في اللي حصل لي ده ولا حد تاني من الموجودين؟ عشان ابقى عارف بس اخد حقي من مين؟ لا مؤاخذه سامحيني اصلي ما بعرفش في الاصول يعني ما تربيتش عليه او تقدر تقول ان انا ما تربيتش اصلا ومين ده؟ ألف سلام عليك يا بطل يا صغير واللي حصل لك ده بقى إيه حادثة ولا حد علم عليك؟ أنا عشت العمر مظلوم ولازم أخد حقي بس كده دي مشهد صغير كده عجبتني الشخصية بتاعته يعني فيها ممتاز لكن عندي مشاهد تانية برضو ارتجالي ممكن أعمل مشاهد ارتجالي أنا شاطر جدا في الارتجال يعني أستاذ خالد أبو بكر أنواع يعني أنواع التمثيل أو داخل التمثيل نفسه
يعني دي حاجة اسمها ارتجال، ان انا بعمل مشهد من دماغي على مفيش، يعني ممكن اعمل شخصية وهمية انا مش مجمع اي كاركتر ليها، شخصية وهمية من عندنا اجمع انا الكاركتر بتاعها واعملها من نفسي، يعني ممكن على حاجة تافهة موبايل حاجة اعمل عليها مشهد محترم. تمام. في بعض المشاهد احنا بنشوفه ممثل واحد بيقوم بدورين، ده اسمه ايه؟ بشخصيتين. ده بيعمل بشخصيتين، بيتقلب اللاكور، في بيبقى دوبلير لي وفي ما بيبقاش دوبلير، في هو بيمثل الشخصيتين بس بيغيروا بس ايه حاجات في وشه بس، لكن هو بيبقى نفس الشخص بس بيخشن صوته شويه. تمام. استاذه مايا، ممكن يعني لو واحد في الدراسه او حاجه زي كده يمارس مهنه التمثيل مع الدراسه ولا بتعطله؟ لا هو يمارسها بس الدراسه الاول، يعني لو في حاجه مخلفاه هما الاثنين مع بعض يختار الدراسه يعني بيبقى احسن. تفضلي انت الدراسه بس. تمام. طب انت ليه اخترتي موهبه التمثيل مع ان في مواهب كتير؟ يعني هي دي اكتر حاجه انا بحبها. انت عزمتي على انك تكملي فيها يعني وكده توصلي؟ انا شايفه نفسي فيها. وشغاله على نفسك حاليا؟ اه. طب كويس. طب تحبي توجهي نصيحه لزمايلك او اصدقائك؟ ايوه، اللي عنده يا جماعه اي موهبه ومصحف يجري وراها، يعني ما يسيبهاش مهما كان بقى لو اي حاجه احبطته حتى. بس كده. بس. ماشي يا استاذ مايا واستاذ محمد، انا شكرا لحضراتكم في البرنامج فكره لبكره، واتمنى ان يكون بينا لقاءات كتير بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وبهذا قد انتهت الفقره الاولى من برنامج فكره لبكره، استنونا بعد الفاصل مع فقراتنا المتنوعه. شكرا. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين لمتابعة فقرات برنامج الأستاذ وفكرة البكرة، وبنستمع برضك لمواهب مصرية طامحة في تنفيذ أفكارهم وتنفيذ الموهبة اللي عزموا عليها من قديم الأزل. معايا ومعاكم النهاردة الأستاذ عماد جمال، رئيس فريق خشبة تيم، والأستاذة فاطمة محمد العلاقات العامة بالفرقة خشبة تيم. تشرفت بحضرتكم طبعا. احنا تشرفنا بحضرتك. واحب اتعرف اكتر بحضرتك في البداية. انا اسمي عماد جمال، خريج كلية علوم مسرح جامعة اداب في المنيا. علمونا هناك ورش كتيرة قوي في التمثيل، دخلنا ورش تمثيل، انا كنت بحب التمثيل من فتره، فقررت ان انا ادخل الكليه دي عن طريق الموهبه، وان انا حابب ان انا ادرس فيها اكتر، ان انا حابب اعرف معلومات اكتر عن المسرح وازاي بدا، وازاي كان في مسرح زمان كان المسرح عباره عن عربيات سيسبس كانوا بيعرضوا عليها حاجات بهلوانيه بسيطه يعني، لغايه لما اتطور المسرح في عصر النهضه ولحد ما وصل لنا في القرن ال 18. ازاي كونت الفرقه ديت؟ في البدايه كنا حابين، عندنا في بالنسبه للصعيد ان المسرح مهمش طبعا، خصوصا ان احنا كنا اول دفعه تتخرج من كليه علوم مسرح بالمنيا، كنا انا اول دفعه، فقررنا ان احنا نعمل فرقه يعني. فهتكلم عن، عملنا فرق كتيره زي فهمونا وفرق عسل اخضر، كان مخرجها عمرو زكريا انا وهو، بس قررت ان انا اختص بفريق خشبة تيم لانه ضم مواهب كتيره، زي في ناس كانت بتغني معانا. حبيت خشبة تيم لانه منظم، في ليه رئيس ماسكه، ليه اداره، في ناس ماسكه علاقات عامه فيه، ناس بتقابل اللي عايزين يتدربوا واللي حابين، بنعمل معاهم انترفيو في الاول وبنكلمهم وبناخد منهم مواعيد، واللي حابب بيمثل احنا بنكمله وبنوصله للمسرح معانا. بس فدي حاجه كانت جميله قوي بالنسبه لخشبة تيم في البدايه. تمام. استاذه فاطمه، ممكن تكلمينا عن ادارتك لفرقه خشبة تيم؟ هو حضرتك هو
اللي عايز ينضم للتيم بتاعنا بيخش على خشبة تيم، بيملى بياناته على الابليكيشن، وانا بستقبل ايه السي في بتاعه، فبشوفه بقى بعدها يعني هبدا معاه اللي هو ورش التمثيل، ولا يعني هظبط معاه وكده يعني اعرف هو. بتحاول تتواصل معاه تمام وتكمل معاه الفكره بحيث انها بتعرف قدراته ايه واحنا بنكمل معاه. تمام. في شروط معينه للانضمام لفريق خشبه تيم ولا لا؟ لاي حد عايز يعني عنده موهبه وعايز يطلعها وعايز يبقى حاجه اكيد يعني هينضم على طول يعني. انت حضرتك خريجه ايه يا استاذه فاطمه؟ تجاره انجليش. انضمتي للفرقه نفسها ومسكت العلاقات العامه في من امتى؟ في 2017 يوم 4/5 في الشهر. استاذ عماد ممكن تكلمنا عن الفرقه بشكل اوسع شويه؟ تمام. كالاعداد اللي فيها احنا في البدايه كنا مجرد 7 افراد. ابتدينا مسرحيه اسمها مسرحيه الكفن، كانت بتتكلم عن ام جوزها ميت واولادها كل واحد في ناحيه، فالام مهمشه خالص فمحدش كان عارف قيمتها الا بعد ما تموت اولادها يعرفوا قيمتها بعد كده، لدرجه انها حاولت انها ترجعهم لحضنها تاني بس هي ما عرفتش. الهدف من مسرحيه الكفن دي ان ما بنعرفش بقيمه الاب او الام الا لما بيروحوا مننا بس، فدي كانت الفكره في مسرحيه الهدف بتاعها يعني بتوصل للناس يعني ان الواحد ما بيحسش بقيمة اللي قدامه غير لما فعلا بيفتقده. معبرة يعني عن واللي هي اصلا الام والاب هم العمود الفقري والاساس اصلا في المجتمع طبعا. يعني انتوا بتاخدوا اعمالكم المسرحية من توصيل رسالة للمجتمع؟ طبعا. وبناخدها كمان ايه يعني من الناس، يعني بننزل يعني حوالين الناس ونعرف الدنيا ونعرف الناس يعني مشكلتهم الاجتماعية بتبقى عاملة ازاي، بنبني الفكرة بقى على ايه اللي موجود يعني حاليا. تمام. كم عدد الفرقة اتخشفت؟ احنا كنا في الاول كنا مجرد 7 افراد بس زي ما قلت لحضرتك، بس بعد نجاح مسرحية الكفن الابليكيشن لقينا اعداد واقبال كتير على الفريق، فعلا وصلنا لغاية 65 فرد بالظبط. أعمارهم بين كام وكام؟ كلهم أعمار جامعية، جامعيين كلهم، ولا سيما في ناس يعني تحت سن الجامعة بسنة أو سنتين بس مش أكتر، بس كلهم شباب يعني. تمام. قدموا أدوار جميلة، أنا فخور بيهم فعلا، أنا وعدتهم بأن يكون ليهم مكانة كبيرة بكرة وبعده في فريق خشبة وفي المستقبل بعد كده. اكيد حد بيساعدك في انك تكون فريق وانك تطلعوا في بعمل رائع في المسرحيات؟ اكيد طبعا، عندي شيرين، فرج، نهى، فؤاد، كل التيم اللي معايا، مش عايز انسى حد معين، وفاطمه طبعا ليها الفضل في انها تحصر اعداد الفريق بالنسبه لنا وبتتواصل مع كل واحد من الفريق، والمناسب تمام بتحاول ان هو تقربه لنا، واللي مش مهيئ للتمثيل احنا بنحاول نقعد معاه ونعرف انه وصل، بندربه مره واتنين وبنحاول معاه وبنساعده، بنقف جنبه، يعني بنحاول معاه باقصى الطرق يعني عشان توصلوا له، نساعده ونخليه اللي هو يبقى حاجه وكده. تمام. في عمل عملتوه قبل كده واتشهر؟ في حاجات كتير، احنا اول ما ابتدينا خالص في عندنا في المنيا اتشهرنا، بعدها بعد المسرحيات دي انضمينا لصاحبي مخرج عمرو زكريا، خريج برضو معايا في كلية علوم مسرح، هو قسم اخراج وتمثيل، اشتركنا انا وهو في عمل كبير، اشتركنا في مسرح رومانس هنا في القاهرة، واشتركنا في بني سويف ومسرح في المنيا، اشتركنا في اماكن كتير مختلف المحافظات هنا في مصر طبعا. في عمل لكم بره مصر ولا لا؟ احنا لسه مقتصرين على مصر، احنا يهمنا ان المهمشين من المسرح ان هم يوصل لهم الرساله، احنا مش هدفنا ان احنا نبقى شهره احنا ممكن ننزل على اليوتيوب، ممكن نعمل سبونسر، ممكن نعمل اي حاجه، اعلانات او اي حاجه،
بس ده مش ده هدفنا يعني، احنا محتاجين ان احنا نوصل رساله للناس. بس مش دي الاساس بتاع الفرقه نفسها، انك توصل رساله للمجتمع وكده. بالنسبه مثلا يعني لو واحد ممثل عاوز يتعلم التمثيل مثلا جديد او حابب انه يمثل، في الاول بنقعد معاه وفي منهج كده جميل، منهج ستانسلافسكي، ده مخرج كبير كاتب كتاب اسمه اعداد الممثل. اعداد الممثل ده كتاب جميل، بيعرفك ان الممثل ليه ادوات لازم يستخدمها. بيبقى الممثل ليه ادتين، في ادوات داخليه جواك زي الشعور والاحساس والانفعالات، وفي الخارجيه زي الصوت والجسم، الجسم الاطراف والايدين ولغه الجسد اللي بتتعامل بيها وبتعبر بيها قدام الناس. تمام. استاذه فاطمه، بصفتك يعني العلاقات العامه داخل الفرقه، ف ايه المتاح اللي ممكن يتقدم خلال الفترات الجايه يعني في مسرح خشبتي؟ الاعمال اللي ممكن تتقدم في الفترات القادمه. هو في زفت، احنا بنعمل يعني عاملين افكار كتير قوي وكلهم الصراحه يعني ايه، بس اللي عملت نجاح كبير قوي هي الكفن، وبعدها زفت المساء. دي اصلا هدف برضو من القصه، اللي هي بتعبر عن العلاقه اللي هي الغير مشروعه، اللي هي ما بين بنت وشاب ايه على الفيسبوك وكده، اللي هو التعارف، بيتعرفوا على بعض عن طريق الفيسبوك وكده، التواصل الاجتماعي يعني. وفي الاخر البنت يعني اسمها ريهام ولدغه بقى، وبتتكلم يعني مثلا تقول له انا اسمي ريهام، بتقول له ان هي في ثالثه هندسه، يعني هي بتتكلم يعني في اطار الكوميدي. الهدف من المسرحيه نفسها ان البنت بتقابل ولد بعلاقه غير مشروعه زي الفيسبوك، بيتواصلوا مع بعض، بنحس الناس ان هم مش اي حد يتواصل معاهم وكده. والهدف من ده كله برضو يعني ان الناس يعني مش اي حد تروح تكلمه، ومش اي حد يعني ينبدل المشاعر وكده من غير ما ايه يكون مع الشخص ويدرسه ويفهم ايه وجهة نظره، ويفهم يعني يكون متفاهمين مع بعض. تمام. وفي بقى مسرحية تانية اللي هي اعدام حي 1 و2. اعدام حي دي اللي هي بتحكي عن شخص اللي هو طموح جدا، نفسه يعمل حاجة في المستقبل، بيتكلم عن شخص الهدف من ده كله ان هو كان انسان عايز يوصل ويكبر وبيبدأ يعني من الصفر وكده. وفي دكتور حطم كل دوت، يعني هو الولد امله وطموحه ان هو يبقى معيد في الجامعة، فهو حطم ايه ان هو يبقى معيد وكده، فلمدة قعد فترة يعني، وهو بعدها مامته قعدت تقول له ان هو يعني يجازف ويشتغل ويساعد وكده. فهو الواد اللي هو يعني الشاب اللي هو يعني هو طموح وعايز يبقى حاجة، فأصر على نفسه، خلى عنده إرادة، بقى عنده عزيمة ان هو يبقى حاجة، وفعلا أثبت جدارته ان هو يعني كبر وبقى حاجة فعلا. في ده هو فين بقى في آدم حي 2، فعلا بقى ثبت لمامته ان هو بقى كويس، وبقى ان هو راجل شامو وليه مسؤوليه ويعرف معتمد على نفسه وكفيل ان هو يبقى ايه يسد قدام اي حاجه يعني. القصه دي معلش انا قاطعك، القصه دي كانت بتحكي عن حياتي بصراحه، حياه استاذ عماد، حياتك انت. وبصراحه نجحت، جابت نجاح رهيب جدا يعني. تمام. فبشكر كل الناس اللي اشتغلت فيها يعني. تمام. وفي اخر روايه خالص اللي هي بتاعه التمرجي، ان هي بتحكي عن مريضه جت تحكي للدكتور ان هي ارتبطت بواحد، وكانت قصه يعني حب وفشلت يعني. الهدف منها ان هي مش اي حد يبادلوا المشاعر، مش اي حد يعني الواحد يرتبط بيه من غير ما يكون عارف الانسان اللي قدامه دوت ايه، مش اي حد يبادله مشاعره من غير ما يكون عارف، عشان ما يتصدمش في الاخر وما يعشمش نفسه على امل كذاب، او زي ما بيقولوا يعني ايه، يعلق نفسه على الشماعه يعني من الهوا.
استاذ عماد جمال رئيس فرقه خشبه تيم، والاستاذه فاطمه محمد العلاقات العامه بالفرقه. انا بشكر حضرتكم على الاعمال الرائعه دي وتوصيل الرساله للمجتمع باعمال كوميديه وغيرها، واتمنى ان يكون بينا لقاءات عديده في الفترات القادمه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وكده انتهت الفقره الثانيه من برنامج فكره بكره. استنونا بعد الفاصل مع اخر فقره. مازلنا معكم أعزائي المشاهدين لمتابعة فقرات برنامج فكرة البكرة، وما زلنا بنستمع لأفكار المواهب الشابة داخل مصر. ومعايا في آخر فقرتي الأستاذ عبدو فاروق، رئيس فرقة ممثل داخل فرقة بلياتشو. أهلا بحضرتك، والأستاذة رنا وليد هكذا ممثلة داخل فرقة بلياتشو. في البداية أستاذ عبدو فاروق، كلمنا عن الفرقة وإزاي كونتوا نفسكم. والله الفرقة متأسسة من 2004، المخرج أستاذ نادر جمال، مخرج منفذ أستاذ كريم شابو. عرفتهم عن طريق السوشيال ميديا، كانوا منزلين عروض ليهم مختلف المسارح بقى، سيد الصاوي، مسرح أفاق، رومانس، فعملوا إيديشن فأنا رحت قدمت، الحمد لله اتقبلت ومعاهم في الفريق، وبيعملوا اعمال حلوه جدا يعني. اخر اعمال كان مسرحيه تعليم موازي على مسرح افاق. تمام. هدف فرقه بلياتشو ايه؟ توصيل رساله للمجتمع بشكل ايه؟ هم عايزين نوصل الفن اللي هو الصح، مش اللي هو بيبقى اليومين دول او كده. عايزين ننشط المسرح تاني، نخلي التمثيل بتاع المسرح اكتر من تمثيل السينما وكده. في رسالة معينة تحبوا يعني داخل أعمالكم برضو في يعني بتشارك المجتمع فيها يعني، ولا بنمسك مثلا حسب المسرحية، مثلا مسرحية بتتكلم عن التعليم بنقدم الرسالة عن التعليم عن طريق مثلا مسرحية كوميدية، مرة تراجيدي كده يعني. فآخر المسرحية كانت عن التعليم، الحمد لله حققت نجاح كبير يعني. طب احكي لنا عنها شوية. المسرحيه كانت بتتكلم عن التعليم اتغير عن الاول، واسلوب ازاي نعلم يعني، الاستاذ ازاي بيعلم دلوقتي عامل ازاي، عطر الاغاني بقى والكلام الجديد ده، طريق المهرجانات، لحد ما ان في وزير سمع ان في طريقه تعليم جديده واسلوب جديد، فجيب نفسه من غير ما حد يعرف، دخل السنتر لقى الاسلوب الجديد، فطبعا رفض ومش عارف ايه، وقال لك مش هحب اضيع مستقبل الولاد دول، فغيروها. فقالها كده بمحمى جديد اللي هو يغيروها، مفتوحها كباريه احسن، ومشي. فخدناها كفكره اللي احنا نفتح كباريه تعليمي ونمثل ونشرح للناس للطلبه بطريقه اغاني بقى، كباريه تعليمي. تمام. بس فرقه بلياتشو بتكون من كم واحد ده؟ والله حاليا 20 واحد، ولسه مثلا في زياده يعني، لان احنا بنعمل كذا عروض وكذا بطل وكذا ناس يعني. تمام. اللي داخل فرقه بلياتشو اعمارهم من كام وكام، ومعاهم مؤهلات ولا اللي حابب يشارك بيشارك؟ لا عادي، اي حد بيشارك وكده يعني. احنا عندنا ناس شغاله معانا ممثلين من معهد السينما وكده يعني، وفي اطفال معانا، مش شرط يكون معاه مؤهل او كده يعني. اعمار مختلفه يعني، يكون في الموهبه يعني، ان هو بيعرف يمثل. تمام. تحب توجه رساله للشباب اللي زي حضرتك كده واللي حابب مهنه التمثيل او المسرحيه؟ والله خلوهم يتعبوا ويجتهدوا وباذن الله هيلاقوا. انا باجي من محافظه المنيا، بثلاث بروفات في الاسبوع، انت عارف المواصلات 4 ساعات، قطر المميز الجميل بتاع الصعيد ده التحفه. فالحمد لله باذن الله ربنا هيسهلها معانا، ويتعبوا ويجتهدوا باذن الله هيلاقوا يعني. في ورش داخل الفرقه نفسها ولا؟ اكيد طبعا. يعني اللي حابب يقدم سوشيال ميديا، خش على السوشيال ميديا على فريق بلياتشو. وبنقدم اوديشن وكل يوم كاست اللي عايز يجي يعني. تمام. ممكن تحكي لنا عن عمل داخل المسرحيه عجبك؟
المسرحية اللي فاتت أنا كنت طالعة فيها دور طالبة اسمها سوزي، هي كانت بتحب الدلع، بتدلع على المستر، بتحب الأغاني، بتقعد متركزش في الحصة طول الوقت، مركزة مثلا في ضوافرها، في شعرها، في الولاد بقى وكده، تقوم ترقص لما المستر يشرح، لأن المستر بيشرح بطريقة أغاني، فتقوم ترقص معايا بقى وكده، وهو يعلمها الرقص ويقول لها الميول بتاعت غير بقى الميول بتاعت الدروس، ويفضل بقى يشرح لنا كده. تمام، انتوا اعمالكم يعني مركزه على مجال التعليم او حاجه زي كده؟ لا هو العرض ده بس، يعني العرض ده بس، عرض بس اللي هو اخر عرض عملناه. في افكار تانية يعني؟ اكيد طبعا، كان عاملين في عاملين مسرحيه اطفال كمان هتتذاع قريب، وهنعيد المسرحيه دي تاني، وداخلين مهرجانات، وفي كذا محافظه عملنا عروض، في كذا محافظه، محافظه المنيا، محافظه بني سويف، مسارح كتير في القاهره. تحب تشكر حد استاذ عبده؟ طبعا لو احب اشكر، فاول حاجه اشكر والدي ووالدتي والعيله كلها بالاستثناء، لانهم كلهم بيشجعوني، حاجه غريبه في الصعيد لما يكون عيله تشجع واحد يمثل. واحب اشكر الاستاذ نادر جمال المخرج، واشكر صاحبي واخويا قبل ما يكون مخرج منفذ استاذ كريم شاوي. تمام، وحضرتك؟ احب اشكر اهلي واصحابي ان هم مشجعيني على كده، اهم حاجه دول، والمخرج نادر جمال اللي مستحيل هلاقي زيه تاني اصلا، وبرده مساعد المخرج او المخرج المنفذ كريم شابو، صاحبي واخويا ومخرجي في نفس الوقت. شكرا جزيلا لكم، واتمنى لكم التوفيق باذن الله في اعمالكم. اعزائي المشاهدين، بكده انتهت حلقه اليوم من برنامج فكره لبكره، استنونا كل يوم اثنين على قناه الصحه والجمال. شكرا لكم والى اللقاء.